تشكيل غزل المحله النهارده لحراسه المرمى: محمد فوزي، احمد السيسي ظهير ايمن، مصطفى كالوشه ظهير ايسر، اثنين في قلب خط الدفاع: اسامه رجب، خالد عبد الرازق، ابراهيم حسن، احمد عبد العال، وحسام غالي، ثلاثه في وسط الملعب. قدامهم اثنين: خالد الاخميمي وخالد كساب، وراس حربه هو يوسف حسن. يمكن الكابتن احمد حسن اشار ان خالد كساب ويوسف حسن اثنين فراوده او اثنين سترايكر صرحاء. عموما بعد